يجب إصلاح هذا وكف الأذى وضبط الألسن. الفرقة والشتات، لسنا على كلمة واحدة. لماذا؟ لماذا نطعن ببعضنا؟ لماذا نحن مفترقون؟ لسنا جميعا؟ لماذا لسنا على الأقل نتوحد ضد أعدائنا؟ يجب أن نتوحد ضد أعدائنا مهما كان، مهما كان بيننا. اسمعوا يا أخواني، الدماء والأعراض والأموال مكفولة بيننا، لا تمس حدود محرمة أبدا، أخطى في كل شيء إلا الدماء والأعراض لا. إخوانكم المسلمون، ولا بد أن نكون جميعا. وفي صحيح مسلم عن عمر بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى رأسه اشتكى كله. المسلمون ليس ببلادنا فقط، شرقا وغربا، في الشام واليمن، في مصر والجزيرة، في آسيا وأفريقيا، في كل بلاد الإسلام، إسلام إخواننا جميعا، نتعلم لهم، يجب أن نكون جميعا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعين. يجب أن نكون كذلك، نعيش همومهم وغمومهم، ونتعلم وندعو الله أن يفرج الكرب على إخواننا، ليس في بلادنا فقط. الله لا ينصرنا ولا يحفظنا إذا كنا مفترقين متفرقين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقيل وقالوا: كفرة السؤال وإضاعة المال. يرضى أن نوحده، ويرضى أن نكون جميعا. إذا لم نكن جميعا على وحدة، لم نكن متفقين، لا يرضى الله. يعني ونحن مفترقون الله ليس راض عنه، لا ينصرك، لا يسمعه. يجب أن نكون واحدين، وحدة واحدة، كلمة واحدة، مسلمون. يا أخوان، قال: ويرضى لكم أن تعتصم بحبل الله جميعا، ثم قال: ولا تفرقوا. افترقنا متعدى نعود، هذا هو المسلم، ليس لك سواه، تعود إليه وجوبا وتصلح الفرقة والشتات.